2022. بالنسبة ليك النهاردة يا جوزية، توقعات العشرية الأولى مواليد 21/5 ل 31/5. انت النهاردة مفعم بحيوية ونشاط كبير جدا جدا بدني وذهني. هتستخدم كل إمكانياتك علشان تعرف تاخد القرار السليم، علشان تعرف تنفذ بيه كل مخططاتك وتتقدم أكتر للأمام في يومك ده في كل مشروعاتك. مش هيفيدك انك تبقى مكتفي بأمجادك اللي فاتت ولا حتى السلبية بس، هيكون عندك قدرة كبيرة انك تتعامل بدقة كبيرة وحكمة كبيرة مع كل المواقف اللي بتبقى بتواجهك وبتتعرض ليها في يومك ده. هتتأكد بس انك تستغلها بقدر الامكان في الفترة دي. بالنسبة لي توقعات العشرية التانية مواليد 1/6 ل 11/6، لو كنت انت حابب انك تنجح اكتر وانك تحقق حاجة يبقى ليها قيمة اكتر، الوقت النهاردة هيبقى مناسب انك تتحالف مع كل الاشخاص اللي حواليك، ممكن يكونوا اقرباء ليك، اصدقاء ليك، زملاء حتى في الشغل. ما تخليش الفرصة دي تفوتك، لازم تبقى بتنتفع منها انتفاع كلي وتحاول انك تبذل مجهود مضاعف. من المحتمل حتى انها تبقى الامور بتنقلب عليك لو انت ما حزمت قبل كده، علشان بتبقى الفرصة السانحة قدامك والظروف المبشرة متاحة في فترة معينة. بالنسبة لي توقعاتك يا جوزاء العشرية التالتة مواليد 12/6 ل 20/6، بيتبين حاليا ان كل اشكال التعاون فعالة جدا، اهدافك هتتوافق وهتتزامن مع اهداف كل الاشخاص اللي حواليك. حاول بس تغتنم فرصة انك هتبقى دايما مفعم بحيوية وصحة وعندك خلو كبير جدا في ذهنك. هتقوم في المرتبة الاولى بانك تنجز كل اعمالك الخاصة بفريقك، والنهاردة اليوم مناسب علشان تجري من خلال مشاركات كتيرة خاصة جدا بطريقة متناغمة ومثمرة في اليوم ده.